لتحليل أبرز ما جاء في الأسواق العالمية انضم إلينا عبر زوم من دبي الأستاذ أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكوتي. أهلا بك أستاذ عزام. مساء الخير ريهام، شكرا للاستضافة. أهلا بحضرتك. يعني بداية، السوق يترقب بيانات التضخم الأمريكية قبل نهاية الأسبوع، ما توقعاتك لها؟ يمكن ريهام كما تتوقع الأسواق يمكن حالة من التفاؤل بأن يكون هناك تباطؤ بالنسبة لأرقام مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر التضخم الرئيسي من 2.9% إلى 2.6%. على ما أعتقد بشكل شخصي قد تأتي الأرقام قرابة التوقعات 2.6% إلى 2.7%، لكن ما يهم الأسواق بشكل أكبر على ما أعتقد هو المؤشر الأساسي، مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة. في الفترة الماضية لاحظنا بأنه راسخ تقريبا بالنسبة للحالة الاقتصادية بالنسبة لقراءة التضخم 3.3% 3.2% تراوح بينها في الفترة الأخيرة قراءة المؤشر الأساسي. فبالتالي أعتقد المستثمرين يحتاجون قراءة، الفدرالي الأمريكي يحتاج قراءة ناعمة بالنسبة لقراءة المؤشر الأساسي، قراءة توضح فيها التباطؤ بشكل أكبر، أن يكون هناك قراءات توضح فيها التباطؤ قراءة التضخم الأساسي بشكل أكبر لكي يكون هناك فيها ارتياح بشكل أكبر للفدرالي الأمريكي للمضي قدما بدورة قد تكون تسهيلية بالنسبة للسياسة النقدية. على ما أعتقد القراءات التي بالمجمل الضغوط التضخمية قد تشير إلى بعض المخاوف هنا ريهام. عندما ننظر إلى قراءة الأجور بالنسبة لقراءة يوم الجمعة، الأجور قد سجل بعض الارتفاعات ل 3.8%، فبالتالي هي قراءة مهمة جدا كباغط أساسي بالنسبة للتضخم من ناحية. من ناحية أخرى النمو الاقتصادي، كما نعرف النمو الاقتصادي عندما يسجل ارتفاعات فالتضخم أيضا تسجل بعض الارتفاعات. قراءات النمو الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا تزال استثنائية عند 3% في القراءة الأخيرة للربع الأخير، فبالتالي هي إشارات بعض الشيء بأن الإنفاق الاستثمار لا يزالان جيدان في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي قد تكون هي إشارات بأن موجة التضخم قد تكون قادمة بعد أن يأتي الفدرالي الأمريكي بسياسة تسهيلية في الفترة القادمة. فبالتالي يمكن ذكرها الفدرالي الأمريكي جيروم باول في الفترة الماضية أنه لديهم مهمة مزدوجة ديول ميندز، أن يكون هناك استقرار في الأسعار وبالتالي التوظيف الكامل. فعلى ما أعتقد بأن المخاوف لا تزال واردة بالنسبة للتضخم في الفترات القادمة، لكن قراءة الحالية قراءة يوم الأربعاء أعتقد بأن قد تكون هناك قراءة تثبت فيها التباطؤ، قراءة ناعمة بالنسبة للتضخم. نعم، أيضا الأسواق تترقب مصير الفائدة الأوروبية هذا الأسبوع، فهل نتوقع تخفيضا جديدا؟ أعتقد ذلك ريهام، يمكن 25 نقطة أساس بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي قد تكون قادمة في اجتماع يوم الخميس. يمكن ما يعطي كريستين لاغارد أو رئيسة البنك المركزي الأوروبي بعض الارتياح بأن جيروم باول أو الفدرالي الأمريكي قد أشار بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة، كما نعلم بأن السياسات النقدية تكون محاذاة بالنسبة للبنوك المركزية. فبالتالي كما اعتدنا سابقا، اعتدنا تاريخيا بأن الفدرالي الأمريكي هو من يشرع دائما بتغيير السياسات النقدية ثم تتجه البنوك المركزية الأخرى حذو الفدرالي الأمريكي، لكن في الفترة الحالية البنوك المركزية كانت سباقة نظرا لأن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية كان مرتفع. فبالتالي يمكن واحدة من الإشارات الجيدة أن الفدرالي الأمريكي سيتجه لتخفيض أسعار الفائدة، فالبنك المركزي الأوروبي قد يتجه لتخفيض 25 نقطة أساس، هي التخفيض الثاني على للبنك المركزي الأوروبي. من ناحية أخرى عندما ننظر إلى القراءات الاقتصادية، التضخم 2.2% يعتبر جيد، لكن النمو الاقتصادي قد يحتاج دافع، يحتاج تخفيض أسعار الفائدة. النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي يعتبر مسطح كقراءات اقتصادية في الفترة الأخيرة قرابة 0%. الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة للمواطن الأوروبي تعتبر في أفضل حالاته في الفترة الماضية في الفترات الماضية، لكن قد تكون ضاغط أساسي عندما ننظر إلى ثقة المستهلك. فبالتالي ثقة المستهلك قد تكون ضاغط أساسي كناحية الإنفاق بالنسبة للمستثمر الأوروبي، مما قد يدفع النمو الاقتصادي لتسجيل قراءات متتالية سلبية. طبعا عندما ننظر هاي الاتحاد الأوروبي كبلوك ككتلة واحدة، عندما ننظر إلى الدول الأوروبية متفرقة فهناك أيضا مشاكل من ناحية التصنيع، من ناحية العجز المالي في فرنسا، فبالتالي قد يحتاج البنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة. فأميل إلى أن يكون هناك تخفيض ب 25 نقطة أساس في الاجتماع الأسبوع الحالي، ثم إشارات واضحة من كريستين لاغارد بأن
التخفيضات لأسعار الفائدة قد تكون قادمة إذا ما دعت الحاجة، إذا ما كانت هناك أرقام اقتصادية، وهو ما على ما أعتقد قد يكون وارد في هذا العام لتخفيض آخر في شهر ديسمبر على أقل تقدير بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. على ذكر الفائدة أستاذ أحمد، إلى أين يتجه أسعار الذهب؟ هل تواصل الارتفاع مدعومة بخفض الفائدة عالميا، أم أن سعر المعدن الأصفر بات بالفعل يعني مسعرا على خفض الفائدة؟ يمكن ريهام لو بدي أنظر إلى موجات الذهب في الفترة الأخيرة بدي أقسمها لموجتين. موجة ما بعد أكتوبر مع التوترات الجيوسياسية كانت سجلت ارتفاعات من مستويات 1800 إلى مستويات 2000 مع بداية العام، مع التفاؤل الكبير بأن أسعار الفائدة قد تسجل انخفاضات حتى لخمس مرات ما كانت تعتقد الأسواق في بداية العام، قد سعرت الأسواق جزئيا بأن تخفيض أسعار الفائدة وارد بالنسبة للذهب. فبالتالي أعتقد بأن الذهب بالنسبة للمعطيات كسلوك بالنسبة لدولات الذهب مع الارتفاعات الحالية إلى قرابة 20% كعائد سنوي، وهو الأعلى تاريخيا بالنسبة للذهب، قد أعتقد بأنه قد تم تسعيره بشكل كامل. لكن هنا ما نحتاج معرفته بأن الأسواق لا تزال هناك فجوة بينما تتوقع بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة وبالنسبة ما قد يتم بالنسبة للبنوك المركزية تحديدا الفدرال الأمريكي. الأسواق تعتقد بأنه قد يكون هناك ثلاث تخفيضات أسعار الفائدة في هذا العام. لا، لو جاءت بالنسبة للفدرال الأمريكي بأن يكون هناك فقط تخفيضين لأسعار فائدة ب 25 نقطة أساس لتخفيضين متتاليات أي 50 نقطة أساس في العام الحالي، أعتقد قد يكون هناك خيبة أمل تسجيل ارتفاعات للدولار الأمريكي جراء تسعير تخفيضات أسعار الفائدة. الدولار الأمريكي قد سعر انخفاضاته بشكل كامل، فبالتالي قد يكون هناك ارتفاعات للدولار الأمريكي في الفترة القادمة، بالتالي انعكاسه سلبا على أسعار الذهب. لن أقول هناك أن لن يكون هناك تفاؤل، بكل تأكيد المعطيات المتواجدة هي معطيات جيدة بالنسبة للذهب، لكن لا أجد أن يكون هناك مبرر أن نجد قمة أعلى من مستويات 2620 بالنسبة للذهب في الفترة القادمة. أميل إلى تسجيل تداولات سلبية جراء ارتفاعات الدولار الأمريكي مع تخفيضات أسعار فائدة أقل مما تعتقد الأسواق. نعم أستاذ أحمد، يعني خفض بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي توقعاته لأسعار خام برنت للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة، يعني فظل تصاعد التحديات المتعلقة بالطلب واستمرار وفرة الإمدادات. ما رؤيتك لأسعار الخام المستقبلية على المدى القصير والمتوسط؟ أعتقد على المدى القصير ريهام يمكن هناك مستويات فنية قد تكون مستويات جيدة بالنسبة لخام غاب تكساس 64، بالنسبة لبرنت مستويات 67 قد تكون هي مستويات دعم قوية للسعر. لكن عندما ننظر إلى المعطيات بشكل كامل المعطيات الاقتصادية، يمكن تتفق معي ريهام بأن الطلب العالمي سيء، أو حتى هناك مخاوف بأن الطلب العالمي قد يكون أقل في الفترة القادمة، مخاوف أن النمو الاقتصادي يعتبر ضعيف. الأرقام الاقتصادية بالنسبة للصين تعتبر ضعيفة حتى اليوم، قراءة مؤشر المنتجين الصيني سجل انكماش للشهر 22 على التوالي. القراءات التصنيعية سواء كانت من الصين، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تسجل تباطؤ شديد، وبعض الدول تسجل انكماش بشكل متتالي في المؤشرات التصنيعية. فبالتالي عندما ننظر إلى المؤشرات التصنيعية، النمو الاقتصادي، مخاوف من أن ندخل مرحلة ركود في الفترة القادمة، بالتالي هناك لا يزال مخاوف بأن الطلب العالمي قد يقل تدريجيا في الفترة القادمة. حتى أنه إشارات بشهر أكتوبر أن يكون هناك تقليص التخفيض الطوعي ب 180 ألف برميل يوميا بالنسبة لأعضاء أوبك، أعتقد بأن هي البطاقة الرابحة بالنسبة لأوبك بلس قد يستخدمها بأن يؤجل التخفيض أو تقليص التخفيض الطوعي في الفترة القادمة. هي إشارة قد تدل على أن أوبك ملتزمة بأن استقرار الأسعار هي الهدف الأساسي بالنسبة للتخفيض الطوعي، فبالتالي قد يكون هناك دعم بالنسبة لتداولات النفط، لكن إشارات الطلب العالمي قد تكون ضغط أساسي. فبالتالي أود أن أذكر هنا بأن إمكانية ارتدادات سعرية من مستويات 64 لخام غرب تكساس إلى مستويات 70-72 دولار قد تكون واردة على المدى القصير، ثم قد نشهد عودة تسجيل انخفاضات مع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل أقوى. قد نستهدف مرة أخرى مستويات 62 بالنسبة لخام غرب تكساس، ل 65 لمستويات برنت على المدى المتوسط. نعم، نشكر الأستاذ أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكوتي على مشاركته معنا اليوم. طلب.